بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله يا شباب ويا هلا يا مرحبا في حلقة تالية في الكونفكشن. خلصنا في الحلقة السابقة إلى أن تعريف الهيت ترانسفير كوفيشنت من خلال فهمنا للثيرمال باوندري لاير. خرجنا بأنه ماينس كي اف دي تي دي اك دي واي ات واي از ايكوال تو زيرو مقسوما على تي سيرفيس ماينس تي انفينيتي، وكانت هذه نتيجة تعتبر هامة جدا وبسيطة جدا. وأدعو الشباب الذين لم يعني يحضروا الحصة أن يراجعوا الحلقة الماضية، لأننا سننطلق من هذا التعريف إلى رقم اسمه النسلت نمبر، ألا وهو صيغة لا بعدية للهيت ترانسفير كوفيشنت، صيغة لا بعدية للهيت ترانسفير كوفيشنت in undimensional form of the heat transfer coefficient is called النسلت نمبر. النسلت نمبر h into the characteristic length of the body over the over the thermal conductivity of the fluid كيف وصلنا إلى هذا الرقم، هذا يعني أو لهذه الصيغة؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة إن شاء الله. وما هو سبب التشابه، أو ألا يشبه هذا الشكل أو هذه الصيغة صيغة البيت نمبر كما تساءل بعض الطلاب؟ نعم تشبهها، لكن هناك فروق جوهرية سنتحدث عنها إن شاء الله في هذه الحلقة. بسم الله، من دون أي تأخير نذكركم بأن الهيت ترانسفير كوفيشنت إحدى أوجه الصعوبة فيه أنه دال في العديد من البارامترز أو المتغيرات، وأولها قلنا الفيلوسيتي، الدنسيتي، الثيرمال كوندكتيفيتي اوف ذا فلويد، اوكي، السبيسيفيك هيت اوف ذا فلويد، الفيسكوسيتي اوف ذا فلويد، والكاركترستيك لينث اوف ذا فلويد. تمام. طيب، شيء يعني او داله في مثل هذه المتغيرات نتوقع ان الحصول على حلها او على الفانكشناليتي لن يكون بالامر السهل، ولذلك العلماء لديهم ثلاث طرق لايجاد هذه الفانكشناليتي. الاولى باستخدام الاخيره، نبدا بالاخيره باستخدام النيوميريكال ميثود، نيوميريكال ميثود، اوكي، وهذه في الماجستير وفي المراحل المتأخرة مثلا من البكالوريوس. الثانيها الاناليتيكال ميثود، اناليتيكال اللي هو الرياضيات، اوكي، وهو ما يتبعه كتابك. كتابك يحلها على ثلاثة مستويات. المستوى الأول يستخدم فكرة قديمة جدا في الرياضيات اسمها similarity solutions أو similarity method. الحركة الثانية في منتصف الشابتر يستخدم حاجة اسمها boundary layer equations. الأخيرة يستخدم برضو فكرة أيضا اسمها Reynolds analogy أو analogy إلى آخره. وهذه كنت في زمان مضى أحاول كنت أستخدمها للطلاب، وكانت مؤذية جدا للشباب بسبب المحتوى الرياضي الكثيف، لأن الباوندري لاير كوينز نان لينير بارشل ديفرنشال إكويجنز، مكونة من منظومة من او سيستم من الكونتينيوتي اكويجن اللي هو الماس بالانس، والمومنتوم اكويجن في صيغتها التفاضليه، وايضا الانرجي اكويجن في صيغتها التفاضليه. وهذا ما يتبعه انكروبيرا وكثير من المؤلفين.
غير أني وجدت أن هناك مؤلفا اسمه كريث، شايف كيف؟ لم يكتب لكتابه الانتشار بكثرة، يستخدم الدايمنشنال أناليسيس، أناليسيس والتي تعطيه الفانكشنال ديبندنس، ثم يتلونها بعد ذلك بالإكسبرمنتيشن، إكسبرمنتيشن، تمام؟ وحقيقة منذ أن اتبعت هذه الطريقة من قرابة 8 سنوات، نحن الآن في 2017، أثبتت لي ولله الحمد فعاليتها التعليمية، فعاليتها التعليمية، لأن الدايمنشنال أناليسيز يا شباب وأيضا الإخوة الزملاء إذا في حد يعني طالع من المدرسين، تعتمد على تشابتر على الفلويد ميكانكس كورس، وبالخصوصا تشابتر 8 يعني توك أخذته في الفصل الماضي. وايضا الدايمنشنال اناليسيس تتحدث عن اشياء محسوسه للطالب، بينما الماثيماتيكال تريتمنت هنا تجريديه ابستراكت. ومعلوم للاسف انهيار مستوى الطلاب الرياضي يعني في بعض البلاد، بحيث انك لما تدخلهم في الساعه هذه تخرج بعد حصتين من 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 الجهد الجهيد، بانه انت امام مجموعه من الطلبه الذين لم يفقهوا شيئا في الماث لصعوبتها ولبعض العجز او كثير من العجز وفي الباك جراوند الرياضيه حقتهم. طيب يا ترى ايش هي الدايمنشنال اناليسيس؟ المفروض انك متذكر من الفصل الماضي انهم يقولون انه اذا كان لديك ظاهرة تتكون من مجموعة من المتغيرات 1 2 3 4 5 6 7، شايف كيف؟ فإنه ممكن إيجاد إعادة صياغة وتركيب هذه المتغيرات في مجموعات لا بعدية non dimensional by groups by groups، ها بديتوا تذكرون؟ وعدد الباي جروبس، أوكي الباي جروبس يساوي إذا تذكرون number of variables اللي هو 7 في هذه الحالة minus الفندمنتال يونتس، الفندمنت عدد الوحدات المستخدمة في، طبعا كل الوحدات هنا الطول مستخدم متر والزمن ثانية والويت أولا وأيضا الحرارة. فعندنا نرجع لنا ناخذ لنا صفحة أوكي ونقول بإذن الله نقول إنه number اللي نتوقع إحنا الآن number of by groups يساوي 7 متغيرات لدينا في هذه الظاهرة including المتغير الديبندنت ناقص 4 وحدات يساوي 3. إذا أتوقع أن عندي by 1 و by 2 و by 3. طيب من ناحية الفلويد ميكانيكس تعلمتم أن هناك طريقتان. الطريقة الأولى إذا تذكرونها تسمى الستيب باي ستيب ميثود، شايف كيف؟ وهي التي سأستخدمها إن شاء الله. وعندك الإكسبوننت ميثود يعني إذا تبغى تسويها بنفسك أو براحتك، شايف كيف؟ يأخذ العلماء الستيب باي ستيب ميثود كما ترون، وزي ما سوينا احنا في الفصل الماضي العمود الأول نضع الفاريبل H V Rho K C P ميو L ونضع بجانبه الوحدات حقته، شايف كيف؟ الفلوسيتي متر لكل سكند يعني طول لزمن، الدنسيتي كيلوغرام لكل متر تكعيب، ونحط M اللي هي الماس التكعيب وهكذا. ثم تدريجيا وآخرها هنا L اللي هو طول الجسم، الوحدة حقته L التي هي اللينكث. ثم تدريجيا مع كل حرق مع كل خطوة إلى اليمين نحاول أن نلغي وحدة عن طريق إما مثلا القسمة بـ L
مثلا هنا الضرب بال، القسمة بال تربيع هنا، القسمة بال الضرب في ال تكعيب هنا، وهكذا. لا أريد أن أكرر ما درستموه في الفصل الماضي، ومن أراد أن يستذكر فليعمل عملية بوزة الآن ويتأمل في هذا الجدول، إذ أنه تعبني كثيرا إلى أن يعني أنجزته الحمد لله. تدريجيا نصل في الأخير في النهاية كما علمناكم، المفروض الذي يدل على أن حلك صحيح أنه يقفل معاك العمود الأخير أو ما قبل الأخير، يكون كل أبوه إيش، كل أبوه مجموعات لا بعدية. طبعا في العمود ما قبل الأخير انتهى السطر هذا حق الميو لمجموعة ما أعرف إيش اسمها، اسمها ميو على رو ال في، وطبعا لما نرتبها طلعت إيش، طلعت مقلوب رينولدز نمبر. ايضا عندنا مجموعه هنا اسمها اتش على رو في سي بي، مجموعه هنا اسمها كي على رو ال في سي بي الى اخره. لما قام العلماء بترتيبها، اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله، الورقه راحت علي يا اخوان، خلوكم معي على الخط الله يرحم والديكم، وحصلنا الورقه يا شباب. انتهوا العلماء أو البحث هذا إلى أنه المجموعة الأولى التي كانت هذا المقدار بعد الضرب والقسمة وإلى آخره والتبسيط طلعت H في L على K اللي هو سموه النسلت نمبر. المجموعة الثالثة بعد القسمة والضرب والتبسيط وإلى آخره خرجوا أو طلعت تساوي نو الكينيماتيك فيسكوسيتي على ألفا وسموها البرانت النمبر، وقالوا في الأخير دعني أخذ لك صفحة، وقالوا في الأخير أنه بدلا من أوكي أين هي، أني بس أوكي، بدلا من الفانكشناليتي هذه التي أمامك سبعة متغيرات، الدنيا تحسنت كثيرا وأصبحت ما يسمى ب HLC على K الفلويد يصبح دالة في رو V كاركترستيك لينكث على ميو والكينيماتيك فيسكوسيتي اوف ذا فلويد اوفر ذا ثيرمال ديفيوزيفيتي اوف ذا فلويد، واسموا هذا الرقم اسموه نسلت نمبر افتر ذا فرنش ساينتست نسلت، وهذا تعرفونه هو رينولدز نمبر، وهذا اسموه البرانت النمبر وهو عالم ألماني، هذا ألماني وهذا إنجليزي وهذا فرنسي، شايف كيف. ثم يجرون بعد ذلك تجارب سنتطرق إليها في بداية شابتر 7 إن شاء الله القادم، من أجل إيجاد نوعية الفانكشناليتي، يعني فقط الدايمنشنلس ميثود أو الدايمنشنال أناليسز خفضت نسبة المتغيرات الكبيرة جدا والتي كانت سترهقنا إرهاقا شديدا أثناء إجراء التجارب. لدي صورة كانت تبين الشيء هذا، ربما هي هنا، لا ما هي موجودة، لا ما تحضرني. بمعنى أنت لو تخيلت أنك ستذهب إلى المعمل فربنا يعينك، يبغى لك مثلا تثبت 1 2 3 4 5 معايا وتغير السرعات، ثم تأخذ جدول آخر وتثبت من 2 إلى 7 وتخلي رو تتغير، ثم اللي بعدها تثبت 2 و3 و5 و6 و7 وتغير الكي، ستنتهي إلى مس، إلى غابة، إلى شيء فظيع لا يمكن تحليله. لكن الآن إيش حتسوي؟ ستجري تجاربك، وفي الإكسل شيت ستنشي فقط من الداتا هذه اللي أنت سويتها، ستنشي 3 عواميد فقط، عمود حصل ضرب ال H في ال L على K، وعمود حصل ضرب ال Rho VLC على ميو، وعمود حاصل قسمة النو على ألفا، وتضبط الداتا بوينتس وتطلب من الإكسل أنه يطلع لك الكيرف فيت. هذا سنراه إن شاء الله في شابتر 7. طيب الآن نريد أن ندخل في شوية الفيزيكس هذه، أو ماذا تعني هذه الأرقام، what these numbers mean.
نبدأ بالرقم الأول، إن نحاول نش اسمه ندخل فيه شوية، اللي هو النصلت. لا خلينا نبدأ بالبرانت النمبر. البرانت النمبر أسألها اللي هو حاصل قسمة الكينيماتيك فيسكوسيتي على الثيرمال ديفيوزيفيتي. هنا الكينيماتيك كينيماتيك ما أدري عن السبلينج يا شباب، فيسكوسيتي، وهذه الثيرمال ديفيوزيفيتي. اوكي، الكينيماتيك فيسكوسيتي يا اخوان هي المسؤوله عن سرعه او بطء انتشار المومنتم ترانسفير في الفيلوسيتي باوندري لاير. اوكي، هذه المسؤوله عن هذه الكينيماتيك فيسكوسيتي اللزوجه. بالمناسبه الكينيماتيك فيسكوسيتي من ايام الفلويد، للي شكل بعض الشباب فاتح فمه ولا هو فاهم، هي الفيسكوسيتي مقسومة على الرو. طيب، وأما الثيرمال ديفيوزيفيتي يا أخوان فهي المسؤولية، فهي المسؤولة الخاصية المسؤولة عن الديفيوجن، انتشار الثيرمال انرجي من سطح من السطح إلى الفلويد، وهذا خاص بالثيرمال باوندري لاير. إذا فالبرانت النمبر عبارة عن ريشيو بالنسبة للفلويد تعطيني، إن كان أكبر من الواحد فمعنى ذلك إن الشباب اللي هنا فوق في هذا المنطقة سيشعرون بوجود البليت بالحركة، بالسرعة، تغير في سرعاتهم قبل أن يشعروا بتغير في حراراتهم. أوكي، لأن الثيرمال ديفيزيفيتي أقل، وإن كانت يا أخوان اللي كان أقل بكثير من الواحد زي المصهورات، شايف كيف؟ فالأخوان اللي هنا شايف كيف بيشعرون بتغير في درجة حرارتهم قبل أن تتغير السرعة. وأما إذا كان عندنا برانت النمبر قرابة الواحد فالموليكولز اللي هنا أبستريم سيشعرون في آن واحد أو قريب من بعض زمنيا بتغير في سرعاتهم وأيضا في درجة الحرارة، وهذا قرابة الإير، بينما هذا البرانت النمبر لما يكون أقل من الواحد المصهورات وبرانت النمبر إذا كان أكبر من الواحد مثلا أربعة، هذا الماء والزيوت إلى آخره. فأتمنى أني خلصت الآن الفيزيكال سيجنيفيكانس أوف ذا برانت النمبر. يعني تقدر تقول لو سألك ما هو الفيزيكال سيجنيفيكانس أوف ذا برانت النمبر، it's a ratio of the kinematic viscosity to the thermal diffusivity of the fluid. طيب، وبالنسبة يا اخوان للنصلت نمبر، حد يقدر يساعدنا فيه؟ قال لك نعم، النصلت نمبر هو HLC على كي اوف ذا فلويد معايا. طيب، في حالة اذا تذكرون، اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله، البايوت نمبر لما كان عندنا فلات بليت أو بلين وول يمر عليه H، تذكرون كان البايوت نمبر تعريفه هو HL على K حق السوليد، بينما K هنا هو خاص بمين؟ K خاص بالفلويد معايا، بينما هنا K خاص بالسوليد. فهذا أول فرق ما بين البايوت نمبر والنصلت نمبر. الشيء الآخر، الكاركترستيك لينكث في حالة البيت نمبر ها هنا هو حاصل قسمة الفوليوم على السيرفيس اريا معايا، بينما الكاركترستيك لينكث هنا لا قانون له، وإنما بالتأمل في طبيعة المسألة. فإن كانت فلات بليت قال لك العلماء إنه اللوكال لينكث، أوكي، المكان اللي أنت قاعد هنا، أو طول الفلات بليت إذا كنت تبغى أوفر أول نصلت نمبر. وإن كانت سيلندر قالوا لك إنه الكاركترستيك لينكث هو الأوتر ديامتر، ومثله إذا كان عندك سفير كان نفسه دي أوتر، وإذا كان عندك أوكي سيلندر والهواء يجي إيش؟ يجي عمودي على الوجه، يعني يجي كذا يا أخوان، ما هو
ما هو كذا، هذه الحالة بحالة السلندر هي هكذا، أوكي؟ والفلو يجي كذا. فأما إذا كان السلندر محطوطة بهذه الطريقة ويمشي بهذه الطريقة عمودي، فإن الكاركترستيك لينث هنا هو طول السلندر، طول السلندر، ويدخل ايضا الديامتر في الكوريليشن اذا كان الديامتر شويه سمين او كبير بالنسبه للطول. اما اذا كان مثلا زي المرسمه هذه، شايف كيف؟ فالديامتر يقل تاثيره، لكن اذا كان عندنا حاجه زي الكوب هذا، يعني الديامتر والله يعني كومباربل تو ذا لينكث، سيدخل في الكوريليشن. احنا هنا في الهيت ترانسفير يا شباب ما نبحث الا ثلاثه انماط، ثلاثه جيومتريز، فلات بليت وسلندر، انفينيت سلندر وسفير، ونترك بقيه الاشكال لتطبيقاتكم المختلفه عندما تتخرجون بمشيئه الله. نرجع مجددا، ما هو اذا الكاركترستيك لينكس؟ انتم فهمتم الان في حاله الكونفكشن، الان الاكسترنال كونفكشن قد يكون لوكال لينكس اكس او الطول كامل حق الفلات بليت، اوتر ديامتر اوف ذا سلندر او اوتر ديامتر اوف ذا سفير. بينما في حالة البايت نمبر، في حالة الكوندكشن انتبه، هو الفوليوم على السيرفيس اريا، والكي هنا قلنا هو الثيرمال كوندكتيفيتي الخاص بالفلويد. ليش؟ لأن المعادلة هذه ترجعت من عملية ايش؟ محاولة ان احنا نعبر عن الكيو التي تعبر هنا خلال هذه الطبقة هنا، وهي طبقة متاخمة لا تتحرك وقريبة من تعتبر سوليد، وهي تتكون من الفلويد، فهي كي اف. طيب نبغى، ما زلنا يا مولانا ما جبت لنا، اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله، ما جبت لنا الفيزيكال مينينج. طيب ما رأيك اخي الحبيب، اوكي، اضرب هنا في دلتا تي معايا واقسم على دلتا تي. طيب ايش هي دلتا تي؟ قال لك دلتا تي هي تي اس ماينس تي انفينيتي، قلنا له حبا وكرامه. قال لك طيب وايش رايك كمان اشيل ال ال من فوق معايا واحطها اسفل هنا، اشيلها من البسط واحطها فين؟ في مقام المقام، وبعدين اشوف احاول اني افهم ايش الصيغه اللي طلعت لي الان. والله الصيغه اللي طلعت لي الان هنا، ايش رايكم ناخذ ورقه جديده احسن؟ اذا النصلت نمبر حقنا كان اتش ال كاركترستيك على الكي حق فلويد، وبينت لكم الان ما هو الكاركترستيك لينث في حاله الفلات بليت. ثم قالوا العلماء، تخيل رعاك الله انه شلت ال وحطيتها في مقام هنا، وضربت في دلتا تي، دلتا تي نفس المقدار، الا وهو بسم الله الرحمن الرحيم، اهو هذه تي انفينيتي وهذه تي اس، ودلتا تي قل تي اس ماينس تي انفينيتي، طبعا يتكنسلون من بعض. نعم طيب قل لك الان هذا وش هو؟ هذا ما هو؟ هذا يا شباب شكله كوندكشن عبر جدار سماكته ال سي، صح ولا لا يا اخوان؟ كوندكشن عبر جدار سماكته ال سي، بينما هذا كونفكشن عبر جدار يعني الفرق ما بين، مو عبر سائل، الفرق ما بين درجتي الحرارة عند السطح وعند الفري ستريم تي اس ماينس تي انفينيتي. ايوه، فقال لك هذا اللي فوق هو الكونفكشن الذي نعرفه، الكونفكشن اكروس اور يعني فلويد لاير معايا؟ طيب وهذا قال لك هذا هو الكوندكشن فيما لو الفلويد لاير، شايف كيف؟ كانت ستاجننت، ساكنه معايا؟ كانت ستاجننت بحيث ان توزيع درجات الحراره لينير،
تي اس ماينس تي انفينيتي، والطول هذا الارتفاع ذا هو ال سي. فهمت؟ إذن يسمونه أو كنت أشرحه أنا طلابي إنه المقام نسميه imaginary imaginary كيس، ألا وهي حالة تخيلية. أوكي؟ نقول فيما لو كانت الطبقة أو الكوندكشن بواسطة انتقال الطاقة هنا بواسطة البيور كوندكشن. أعيد وأكرر، النصت نمبر is the ratio of the heat transfer through the fluid layer as a result of convection relative to، هيا شوف بكتبها بال to what would be what would happen if conduction was the only مدري شايفين، ايوه شايفين، the only mode across the fluid layer. انتبه، حتى في الانترفيوز المقابلات الشخصية وفي الامتحانات اللي يجرونها الباحثين للتأكد من مقدار فهم الطلاب، لما يجون عند النصلت نمبر تبدأ تهتز أوصالهم ويأتون بالعجائب. أوكي، نصلت نمبر يساوي كونفكشن أوفر، كونفكشن اللي هو عبر طبقته، اوفر ان شئت الاختصار وهذا هو ما يفعل pure conduction ان فيما لو كانت الطبقة التي يتم فيها الانتقال ثابتة. ايش الهدف من هذا؟ الهدف من هذا اذا كان نصت نمبر يا اخوان يساوي واحد، فمعناته انه كانك يا ابو زيد ما غزيت، يعني ما سرعتك بطيئه للغايه، ما في هيت ترانسفير، ما في انهانسمنت. طيب لما يكون نصلت نمبر يساوي 10، ممتاز، معناته انه الهيت ترانسفير اللي يطلع من سطحنا هنا 10 اضعاف فيما لو ما كنا مشغلين المروحه. طيب نصلت نمبر يساوي 100، ممتاز جدا، 100 ضعف what would happen if conduction was the only mode، وهكذا. شفت كيف؟ الله يرحم والديكم يا شباب، أعيدوا المقطع ذا الأخير عدة مرات، شايف كيف؟ وحطوا القاعدة هذه، شايف كيف؟ النصلت نمبر عبارة عن conviction across our fluid layer على what would happen على conduction if conduction was the only mode across the fluid layer، وهي حالة إيش؟ حالة تخيلية. وفي الامتحانات أو في اللقاءات مع الزملاء وكذا conviction على pure conduction، أوكي؟ لا تقول conviction على conduction على طول. أتمنى أني إن شاء الله قدمت لكم شيء مفيد في هذه الحلقة، وأراكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.